ما حكم من أكل وشرب ناسيا في رمضان وكيف يعوض؟ هذا الشهر الكريم كي الناس يتألمون، كي الناس مرضى بأمراض مختلفة. كل معنى مش الإنسان به يجوع روحه ويشوف اللي يشهد ولا إلى أعظمها ألا وهي إحياء الموتى. هذه قصة أربعة من أشهر قصص إحياء. هل صيامي في هذا الشهر صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبيه.